الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء مغرب العز بين الأمم بلاد البربر والأماتيك والصحراء منها انطلقت جيوت الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن الأسود. أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا فهو عطر الوطن وكذلك المغرب له عطر يعلق في الذاكرة. كم الناس كديرين بخير أمكم بخير خالصيت وناس كديرين ما عرفش غنقول الصراحة والله ما عرفش غنقول هذا الفيديو صراحة. أول حاجة أعزائنا وعزائكم واحد في الناس اللي ماتوا في الشبال في الناس اللي ماتوا في المدينة في خوتنا اللي في ليبيا اللي ماتوا بالإعصار يعني بزاف ديال الأحداث واحد ما بقاش عارف أشنو غادي يشوف ولا شنو غادي علاش غيحزن ولا علاش غادي الحمد لله هادشي اللي غنقول الحمد لله هادشي اللي كنت كنقول لكم ديما كنت كنقول لكم الحمد لله يعني كنت كنقول لكم دائما نقولوا الحمد لله على اي حاجه عندنا على اي حاجه عندنا اي حاجه عندنا واللي ما عندناش ديما نقول الحمد لله. صح اللي وقع هذا عمره ما كان في الحسبان يعني بالنسبه لي انا مازلت دابا مصدومه. الله يرحم الاموات ديالنا الله يرحم اللي ماتوا شهداء هما شوفوا انا ما نكتبش عليكم عارف شو هاد الفتره كلها عرفت بحال عاودت لي الفيلم من اول وجديد ديال موت مول خويا لانه انا اي موت اي شي حاجه كترى خصك تكون شي حاجه قريب ليا شي حاجه تخص البلاد ديالي هكا كتكثر عليا ديك الحاله ديال الاكتئاب ديال ما تنعش ما تنبقاش نعس عارف تخيلوا عند دابا راه ما تنعش حتى لسبعة الصباح كنقرا الاخبار تصبح على الاخبار كطلع على الاخبار في الليل كنحط راسي كنبقى نشوف بالاخبار هكا داك يعني والفيديوهات راه ما نقولش لكم راكم يعني راكم شايفين يعني اكيد انتم بحالي نفس الحاله ديالي اللي غنقولوا انهم في واحد البلاصه زوينه بزاف والله العظيم واحد البلاصه زوينه مع امي ومع اخويا ومع الشهداء ديالكم مع شهداء كورونا ومع لانه الناس اللي تيكونوا ميتين يعني ميتين هكذا تتحلم بدار او الزلزال المبطون المطعون الميت في سبيل الله هادو الناس كيكونوا والغارق غارق يعني بحال الناس ديال ليبيا هادو كيكونوا كلهم شهداء ان شاء الله عند الله في واحد البلاصه اللي هما زوينه هادوك الناس يعني خصنا نفرحوا ليهم لانه ربي اختارهم شوف اشنو داروا باش ربي اختارهم شوف الحاجه الزوينه اللي داروها ولا دوك الحاجه الزوينه اللي داروهم باش ربي اختارهم وحنا كنعرفوا دوك الناس ديال الجبل واحد الناس اللي هما نية باقي في داك العصر ديال النية ناس ما فيهمش الخبث ناس ما فيهمش الحقد ناس عايشين في الطبيعة تخيلوا أنا عمري ما نكتبش عليك كنت أنا في الناس ساكنين مثلا في الجبال داك بحال كنا كنشوفو فاش كيمشيو السياح فاش كيمشيو الناس فاش كنا كنمشيو مثلا لمراكش في دوك الأوريكا وداكشي عمرني ما تخيلت الناس ساكنين يعني في الجبل ها الناس عمرني ما تخيلت أنهم هنا ولكن كنشوف واحد الولد عنده الانستغرام هذا الولد الوحيد اللي جايب داك الواقع وجايب داك الواقع يعني داك الشيء الزوين والخيب عرفتوا عايشين واحد العيشه راه يعني نعم يعني مثلا في الشتاء وداك الشيء كيقاسي ولكن واحد العيشه عندهم زوينه واحد العيشه الماء هكا يعني كيصور يوميا هو مع واحد القافله المهم تيعاملوا الناس داك الشيء عنده انستغرام ف كيصور هكداك الوديان البحر ماشي البحر الوديان الماء الشجار الناس كيحيدوا الكركاع هكداك كيعطيوه الناس ديال الجود وديال الكرم والناس سبحان الله ضربهم الزلزال وضربهم ما عرفتش شنو ميتين اللي هم 10 20 وفيهم داك الكرم وفيهم داك يعرضوا عليك اجي شرب اتاي وجبدوا لي التفاح من الشجر واحد العيشه عندهم زوينه 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 بزاف واحد الناس اللي هم بصح يستحقوا ديك البلاصه اللي هم فيها دابا الله يرحمهم الصراحة قلبنا تنفخ عليهم بكينا معاهم وشنو نقول لكم مرضنا نفسيا والله العظيم لدرجة انه
يعني كطيبي غير باش كطيبي على قبل الناس اللي معاك. اما والله العظيم الا ما كدوش الماكله نهائيا، ولكن فاش تبركي مع راسك فاش يعني تشوفي داك الشيء اللي وقع سبحان الله تقولي سعداتهم والله العظيم، الا انهم في واحد البلاصه اللي زوينه بزاف ربي اختارهم من دون الناس باش يكونوا شهداء. وكاين مسكين اللي مات ليه يعني ما كاين العائله ديالو كله، فاش غادي نقولوا؟ دائما نقولوا الحمد لله، نقول الله يرحمه الله يرحمه الله يرحم الناس ديال الاعصار ديال ليبيا، لانه هذوك كارثه يعني هذوك كارثه بمعنى الكارثه. هذوك اكثر منا اكثر منا، يعني حنا بزاف الناس ميته والدنيا تدمرات، ولكن اسير ما متفرج، ولكن راه هذوك اكثر منا. هذوك تخيلوا يعني الماء طلع لهم الدور الخامس السابع، راه ما يمكنش عائله كلها مدفونه. يرحم الاموات ديالهم، الله يجعلهم من الشهداء الصديقين يا رب اللهم امين. ف ديما كنقول لكم البنات نقول الحمد لله على اي حاجه، على الدار، على السقف، هذه هي الهضره ديالي كنقول لكم، على السقف، على الحيط اللي مغطينا من البرد، على اي حاجه. يعني الناس مثلا دابا اللي في الجبال يعني ما شاء الله المغاربه ما خلاوش من جهدهم الصراحه. واحد اللي حنا في الغربه افتخرنا براسنا انه احنا مغاربه، دائما الحمد لله مفتخرين، ولكن زدنا افتخرنا براسنا انه احنا مغاربه، لانه عارفه راسك نهار غطيحي شكون غيهزك، عارفه راسك النهار اللي يعني تسد بك الدنيا وتسد بك الطرقان، النهار اللي تحتاج ولاد بلادك غادي تلقاهم. اللهم لك الحمد، هادشي اللي بغينا. الناس اللي عنده اللي ما عندوش مسكين، واللي جايب مستر الزيت، واللي جايب اطروز الزيت، واللي جايب خنشي كيك، واللي يعني بزاف ديال القصص، بزاف القصص اللي خصها دار واحد الله العظيم واحد الفيلم هكذا، فيلم وثائقي. الحمد لله يعني الناس والشعوب برا يهزدونا على داك التجمع وداك الحنان اللي فينا، وعلى داك الشيء اللي يعني داك الشيء اللي وقع في الزلزال، وداك يعني التعاون اللي بيننا. فالحمد لله يا ربي تكون اخر الاحزان يا ربي، لهلت يعني لهلت تكرر علينا، لا علينا لا على اي دوله عربيه، لا على جميع المسلمين، لانه الفراق صعيب، والوجع ديال انك تفارق شي واحد عزيز عليك وتبغيه صعيب. فما بالك هاد الناس هادو، والله العظيم حتى حنا اللي برا ديالنا اللي برا المغرب، راه ما يمكنش هذيك الليله، راه ما يمكنش. انا راه ما نعشش يومين ولا ثلاث ايام، ما نعشش نهائيا ما نعشش. تخيلوا واحد تنهضر مع امل اختي، حتى واحد شويه كنسول على راجلي زعما واجا الخدمه وداك الشيء، تقول لي راه حنا هربنا من الزلزال. عرفتي دابا انا ما تخيلش ان داك الزلزال يعني الزلزال تنزل شي حاجه تحركات، او يعني ما توقعتش نهائيا يعني انه ممكن المغرب، يعني دول اوروبا، امريكا، كندا، بريط، دوك الدول عارفين كيوقع فيهم الزلزال، ولكن المغرب هاني يعني اقل حاجه مثلا غير صافي تحركات فيها هكذا وصافي. ولكن فاش نضنا في داك الوقت كنشوفو في الجزيره في داك الوقت ديك 4 الصباح يعني محمد، واحد الشويه تبدا كيبان لنا داكشي بنادم طايح، بنادم ميت، بنادم داكشي باقي ديال الجبال يعني صال الصباح حتى. فاش غنقول الله يرحمهم الله يغفر لهم يا ربي، كنحاول نرجعوا لحياتنا الطبيعيه، كنحاولوا نرجع معاكم، كنحاولوا يعني صراحه ما كانش يمكن الواحد انه ينزل شي حاجه في داك الوقت نهائي، لانه ما كاينش خاطر، ما كاينش العقل، عقلك كله كتفيق الصباح كتشعل التلفازه كتتوضى تشوفي الاخبار شحال ماتوا شحال هادي شحال جبتوا شحال. هادشي اللي غادي نقول الحمد لله، دائما كنقول الحمد لله. هذوك الناس بغات زوينه، حنا اللي الله يرحمنا، حنا اللي هنا اللي مازال في الدنيا خصنا نقول الله يرحمنا. هذاك فقط انذار من عند الله، ربي حنين وكريم وكبير، هذاك فقط عطانا انذار من عند الله اللي عنده شي حاجه في حياته ماشي هي هذيك الصلاحه. اللي يعني الناس اللي تيديروا داك الخبط وداك الشيء اللي ماشي زوين، بركه شوفوا العالم شنو طار فيه، شوفوا الناس شنو طار فيه، عيشي حياتك، عيشي اليوم، عيشي اليوم، ضحكي ونشطي وتهلاي في راسك وتهلاي في عائلتك وتهلاي في صحتك، وخلي غدا لغدا، لانه غدا راه شتو غدا شنو كيطرا فيه ما عارفينش شنو كيطرا فيه، كتكوني ناعسه حتى كطايره ما عرفت نحيا ونموت الله اعلم شنو يوقع لينا. عيشي اليوم كما هو، كما عطاك سيد ربي فقتي داك الصباح قولي الحمد لله والشكر لله اني فقت، الحمد لله بصحه جيده وبخير، الحمد لله على نعمه ديال الستر، الحمد لله على النعمه ديال 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 الصحه، حاجه نتمنوا الله ونشكروا على اي حاجه عطاها لنا زوينه خايبه، الحمد لله نعيشوا حياتنا ونكملوا. نهار ثاني
خلي النهار تاني يعني ما تبقاش تفكر، لانه حتى حاجه ما تستاهل. الناس يعني شوفوا الناس مثلا اللي في المغرب ولا في ليبيا ولا في اي دوله اخرى، الواحد كيبقى والله العظيم عرفت داك المرض اللي في ليبيا راه ما يمكنش تيحسوا في القلب، والله قلبك الى تشوفي شي فيديوهات ديال الناس، يعني تشوفي جابدين الذهب من تحت الارض وجابدين الطوموبيلات وجابدين داكشي الغالي وجابدين الناس كانت كتفكر مستقبل وليداتها وتتفكر غدا وتفكر غندير وغندير وغندير وغندير، في الاخير كلشي كيمشي في دقيقه في ثانيه في ساعه. ليبيا مساكنه ساعه ونص ساعه ونص كلشي مشى، ولكن الحمد لله في واحد المكان اللي احسن وزوين والله العظيم. حنا اللي نقول الله يرحمنا، ما دوك الناس راه ربي يرحمهم، حنا اللي الله يرحمنا والله يغفر لينا والله يسامحنا والله يكون معانا، الله يكون معانا من هنا لقدام، لانه هذه من علامات ديال يوم القيامه ومن علامات ديال الساعه. فالحمد لله ونستغفر الله ونطلب منه السماحه في كل وقت ونطلب منه المغفره في كل وقت. فان شاء الله كما كنقولوا دائما بعد كل كارثه وفاجعه وتستمر الحياة، دائما الحياة تستمر على قبل الناس اللي معنا، على قبل باش نكملوا المشوار ديالنا. عرفتوا انا فاش طرا هذا الشيء والله العظيم كنت مصور لكم فيديوهات، كنت مشيت للاسكندريه ومشينا لجهه البحر هكذا ومشيت شفت شي حاجات، مهم شي حاجات باش نجدد ندير هكذا بصح ماشي حاجات اللي بسيطه ان شاء الله غنشاركها معكم. وكنا ضاحكين يعني ناشطين هكذا، والله العظيم كنت غنزل لكم فيديو داك النهار داك الا كنت غنزل لكم السبت صافي ما بقيتش نسيت وما نقدرش عليكم برجعوا لي الايدي وجدي كنت وليت كنقول شاريه وشنو باغا تجددي وشنو باغا ديري، هما الناس مساكين يعني الله اعلم شنو كانوا مخططين وشنو كانوا دايرين وشنو كانوا ومشاو. ورغم ذلك كنبقاو حنا كنبقاو مكملين، يعني كنبقاو مكملين حتى شي حاجه من يعني من نهبطوش ومن من ياسوش، كنبقاو مكملين والحمد لله. اي حاجه كتجي من عند الله كنقول الحمد لله عليها، فاش غيب لنا الله واحد الوقت راه ان شاء الله هذاك هو الوقت ديالنا، راه هذوك فقط داكشي اللي كيوقع فقط غير اسباب، سواء من عند الله سواء من مخططات العبد سواء من اي حاجه، راه داكشي اللي كيوقع فقط هذاك مكتوب وقتك داك النهار. هذا الشيء اللي نقول للناس، كنتمنى يا ربي تكون النفسيه ديالكم تحسنات، ونتمنى تكونوا يعني قدرتوا ترجعوا للحياه ديالكم وقدرتوا هكذا تبدلوا شويه النفسيه، حاولوا تخرجوا حاولوا. انا كنصح فيكم وانا راه كثار منكم مضمره، ولكن ضروري انا باش كنفاجع على راسي باش كنبدل جو هكذا في فيديوهات معكم. فان شاء الله واحد جوج فيديوهات كنت مصورهم لكم قبل من يعني قبل من ديك الفاجعه ديال الزلزال، ان شاء الله غادي ننزل لكم غدا او بعد غدا، فهما مصورين قبل يعني مصورين قبل بشهر ماشي وحده عارفين الهضره، مصورين قبل ان شاء الله غادي يكون فيديوهات زوينين، يكون فيديوهات هكذا فيهم تجديد وفيهم شويه ديال الطاقه، ويكونوا فيديوهات اللي كيرفعوا شويه الطاقه الايجابيه كما قبل من الزلزال كنا كنرفعوا من الطاقه الايجابيه ديالنا. كنت لكم فيديوهات كانوا عاجبينكم، فدابا غنرجع معكم باش انا ديك الطاقه الايجابيه ترجع ليا، نحاول نغيروا من النفسيه ديالنا ونكملوا ان شاء الله. كنتمنى يا ربي يحفظكم ويا ربي يكون معكم، لهنا يضركم شي قريب ولا حبيب، والله يرحم الاموات ديالنا، الله يرحم الاموات ديال ليبيا واي بلاد فيها شي حاجه، يا ربي تكون معاهم، الله يعافي المصابين الله يشافيهم يا ربي. هادشي اللي كاين هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا دائما فيها المفاجآت، يعني لكون الواحد كان يعلم الغيب كنا يبريك يدرج للرجال وغادي يبريك ويتسنى داكشي القدر ديالو، ولكن حنا ما كنعلموش الغيب، ما يعلم الغيب الا الله، والله يرحمهم وإن لله وإنا إليه راجعون. وان شاء الله كما قلت لكم غنزل لكم فيديوهات اللي كنت مصورها قبل من الزلزال ومن داكشي اللي وقع. الله يحفظ بلادنا، الله يحفظ جميع المسلمين، الله يحفظ جميع بلاد المسلمين، الله يكون معاهم. نقول لكم باي باي، ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر.